قالوا لي ده، هل ده معناه ان الغرامه اتشالت؟ لا بالعكس يا جماعه، ايه اللي غرامه ايه اللي اتشالت يا جماعه؟ معلش، والراجل تقبل الاعتذار او يعني الراجل راح اعتذر للمدير الفني وخلاص، ده مش معناه ان العقابه كل حاجه بطريقه. هو ده لازم هتدفع ثمن حاجات اتعملت حواليك على مدار السنين اللي فاتت، انت لازم تفضل تغير فيها طول الوقت. طيب دي كانت في برضو في انديه منافسه كتيره، كان في قرارات عنتريه بتتاخد، واول ما اللاعب بيعتذر بيقول لك احنا تراجعنا على العقوبه. فالناس بتفكر اللي بيحصل في انديه تانية بيحصل في النادي الاهلي. هو ده الفرق يا خالد ما بين السيستم، ناس ماشيه بسيستم وناس ماشيه على حسب الحال. بركاوي بركاوي بركات يعني. لا بركات بركه دي بركاوي يا بوستر فيس. طيب كابتن، نجوم الاهلي بعضهم، عشان احنا دايما بنكلم الناس من قناه النادي الاهلي والبرنامج اسمه البيت الكبير، يعني دلاله النادي الاهلي، عن انه لازم يبقى عارف في حدود ما يطمئنه على النادي الاهلي ولا شيء مخفي. تخيل بقى يعني، وانت بتقول ايه في حدود اللي يطمنك فتتهيأ له ان في تاني اسرار؟ لا مفيش، لكن هذا هو ما يجعلك تتاكد أن المؤسسات تسعد المدرجات، لكن المدرجات عليها أن تفكر جيدا أنها في النادي الأهلي تحديدا أوعى تفكر تحكم المؤسسات اللي هي مؤسستك بقى تحديد. وهذه عبارة يعني رحمة الله عليك كابتن صالح سديم، وبالتالي ما فيهاش بقى. وهنا لازم نقول برضو لبعض النجوم، زي ما احنا متعودين منكم تقبل فكرة أن هناك ثواب وعقاب، زي ما برضو لازم تفكر كتير قوي ها وانت كشورة. ده بالنسبة لفكرة اللعب بالكيلو اللي احيانا بتطل، والراجل زي كولر ده بياخد منها جانب ايجابي ان اللاعب بيستشيد غضبا انه عايز يقدم للنادي. انا لسه كنت بحكي القصة دي، انا رحت زي ما بقول لحضرتك كنت في التمرين، قعدت طول التمرين قبل التمرين اللي بعد التمرين بشوية كمان، وقعدت مع لعيبه كتيره جدا، فينا منهم اللي مبسوط انه بيلعب وفي منهم اللي هو ما مش مبسوط. ده طبيعي، ده طبيعي. حضرتك بتتكلم في الحاجات دي يعني، بقول لك الراجل بياخد الجانب الايجابي انه النجوم يعرفوا حجمهم وحجم ناديهم الكبير، وبالتالي هو حابب يقدم يعني. لكن الناس في بعض المواقف بتبقى زعلانه من فكره انك انت عاوز لما تاخد عايز تثبت ان انا لما قعدت ما كانش لازم اقعد، فتلاقيه حتى لو وفق وجاب جون يقوم جاري راعي الجمهور، وانا انا صحيح بيروح جايب الشعار والنسر العظيم، لكن يا عم خلاص انت صام اللعيب اللي ما يزعلش لما ما يلعبش يبقى ملوش لازمه. كابتن معلش، المثبت ثابت ده بيخليك بدل ما تبصيها تبقى عايز تشوطها، بدل ما ترقيصه واحده وبالعرض تبقى عايز وجهات نظر. انا مش معاك في دي يا استاذ. لا ازاي يا كابتن، ازاي؟ مش لازم تبقى معايا. بس بكلمك عن ظواهر جمهور لازم يعرفها مننا مش من اي حد. صح كده، ولكن ده وجهه نظرك تحترم طبعا وكل حاجه، ولكن في العكس انا بشوف العكس. ان حاجه زي دي، لا انا عايز اجيب جون، ما اجيب جون. لكن لو واحد فاضي، ما انت ما جبتش جون. طب ما انت ما جبتش جون، ممكن برضو وما خدتهاش تشيب، ومع ان ده تيجي بالتمرين، مع انه ممكن برضو ما سددتش، وعشان ما بتشوطش 50 كره مثلا، واحد مش مكشر يضيع عادي، مش قصه يعني. اذا انا مش بقول لك انه ده نقطة خلاف، لكن دي اللي الناس عايزة تشوفها مكتملة في نجم النادي الأهلي. صحيح، وشافتها في أزمنة كثيرة جدا، وأنا بقول عن اختراعها دي موجودة. صح، وبتطلع الأهات وبتخلي الناس تروح على صاحب الأسيست قبل ما تروح على اللي جابه. بعض الأوقات تعرف، أنا مرة جون جابه قفش، سوري جابه طاهر، اللي هو عمله من في المقاولين السنة اللي فاتت، اللي عمله من آخر بتاع كده وعمله له بالعرض. أيوة، مش بالعرض، سلو باس كده في 5-6 وراح حاجه كده. اهو الجون ده انا كلمت قلت له بصراحه الاسيست احلى من الجون ده معنى كلامك يعني. فده اللي الناس حابه تقوله للاعيبه النادي الاهلي، اللي هي متاكده ان مفيش اخلاص زي نجوم النادي الاهلي. هو الناس هتفقد فجاه ثقتها بقفشه ولا بعد؟ مستحيل طبعا، لانه اوراق. لكن ازعل منهم شويه طبعا، ده طبيعي. ايوه، هنا لما نقول للناس انت زعلان بس نلحقه من اللي انا دايما بقوله، حاشا يعني من كلمه انا، فكره السم في العسل. ما انت بيطلع لك حد عشان ايه؟ يوصل لك انه راجل عنده مصداقيه. طيب، وعنده، يقول لك انا هقول لك بقى اصل في كذا في الاوضه. على فكره حضراتكم بتقولوا كل واحد بيقول رايه زي ما هو عايز. لا، انتوا ما بتعرفوش الاهم في الحقائق، بل الحقيقه القصوى
غير في اعلام النادي الاهلي. صحيح. وبالتالي في التوقيت بس هو ده الفرق في التوقيت, في التوقيت المناسب الذي يناسب الفريق. صحيح. صحيح. بس دون ذلك فعلا. طيب. لازم ان شاء الله المرحله اللي جايه اللعيبه, وحضرتك كنت في المرار النهارده وبتقول ان المساله لا من يومين مش النهارده, النهارده مفيش يعني اليوم اللي حضرت فيه ان الناس ماشيه على افضل ما يكون, وان القادم كعاده النادي الاهلي هيكون أفضل فيه إن شاء الله. بعض ما يمكن ان يكون يحتاج للاصلاح الفني. خلي بالك طيب. اللي عندك في النادي الاهلي حاجات كده ايه تخلص في تمرينتين انا بشوفها طبيعيه. انا عايز اقول برضه مش حاجه بتكمل بشوفها طبيعيه. ايوه اللي هي تخلص في ايه في تمرينتين ثلاثه.